معانا دوش دوش بيه صاصيس. الحمد لله ايام. خلينا واحنا بنقول صباح الخير كده، عندنا حكايات كتير قوي يا زميلي كتير، بس عايزين نسمع اغنيه الاول. صباح الخير طبعا حسب ما تريدون. بجد صوتك يجنن، حلو حلو الصوت. طبعا احنا عارفين ان هم على طول بيتكعبلوا في السلوك اللي احنا بنحطها، بس ما تقلقوش يعني هنظبطها دلوقتي. اها شمدي شالي شيورمو فاضل مايك ايه يوك ونامني انا ما ياسمين انا هساعد
Bekle. Bir şey vardı galiba. Bekle. Ben seni yardım istiyorum. بس ايه رايك في الفكره بتاعت ان احنا بنعمل الحاجات دي كلها؟ ايوه شمدي ناصر çok güzel çok teşekkür ederim sağ ol انت رائعه نرجع بقى نقول الكلام من الاول بما ان انا ساعدتك مرتين ياسمين من احلى صباح بصوتك الحلو النهارده خلينا اقول صباح الخير عليكم ايضا واشكركم جزيلا ايه بقى يعني عن طريق وسيط وترجمة إيه رأيك في التجربة دي؟ طبعا هو شيء جميل جدا وأنا معجبا بهذا البرنامج ومعجب بكم أيضا طبعا أشكركم جزيلا لأن هناك الإنسان العربي أيضا هم مثل الإنسان التركي طبعا كل العالم الإسلامي نحن نحبه وكل العالم الإسلامي سيقوم للسحور هذا اليوم وأبارك لهم شهر رمضان هذا ياسمين ابتدي حكاية الصوت ده من الأول بداية الصوت ده كانت إزاي ودخولك في عالم الفن والموسيقى واختيارك ليه أنا طبعا أنا منذ زمن طويل أغني طبعا هناك العديد من الناس يغنون أغاني الذي أغنيها أيضا وبعد ذلك كان هناك مجموعة أو شركة إنتاج اكتشفتني عندما كنت أغني ولي بعض الأغاني في بعض الدول العربية أيضا في السعودية وأيضا في لبنان في العديد من الدول العربية هم يسمعون أغاني عام 1997 بدأنا ونحن ما زلنا مستمرين وسأستمر في الغناء إن شاء الله مين اكتشفوا كمان؟ كيم؟ مين اكتشفوا؟ إزاي بدأت؟ مو قال إنه الإصواني لما البياين الشركة اللي بيعمل له ألحان هو عم ياخذ الألحان اكتشفوا إنه صوته حلو كمان كمان لا بس بدايته خالص ياسمين حتى في اللحن حتى في يعني الاول نرجع للاول اول خطوه مع الموسيقى كانت امتى في البدايه في انطاليا طبعا عندما كنت اغني في بعض البارات كنت في العشرين كنت في العشرين من عمري على حسب ما اعتقد كنت أكتب الأغاني وألف الأغاني وطبعا الأغاني التي أغنيها 99% هي من أغانية من تأليفي الشخصي طبعا بعض الناس لحنت لهم وكتبت لهم أغاني مثل كباريا وإلهان وعلي شان والكثير من المغنيين الأتراك طبعا هناك الكثير والكثير من المطربين والمغنيين الأتراك الذي أكتب لهم الأغاني أغاني كثير حلوة وأنا بعرف أكثر شيء طبعا بحب قامصز فيجدانسز إن شاء الله راح تغنيها اليوم إيه نعم إن شاء الله إيه بس بدي أسأل إنه سأقول لكم هذه الأغنية إن شاء الله إنه بيتغذى من شيء فأنت شو إلهام النادل الوصول الإلهام دائما هناك طبعا كأن هناك صوت يأتي في أذني وهو الذي يوشوش لي هذه الأغاني وأنا أكتبها طبعا إن شاء الله بس إن شاء الله سنكتب أغاني معا ونغني معا بمعنى بيبقى ليها أصل من الواقع الأغنيات اللي أنت بتكتبها أصل معروف إن مش أي حاجة تحرك الكاتب علشان يكتب تقول صوت بيجي في ودني حلو بس بيبقى ليها أصل من الواقع طبعا بعض الأحزان أحزان الشوارع الحياة الصعبة الأصدقاء السوء كل هذه الأشياء أثرت في وجعلتني أكتب مثل هذه الأغاني طبعا هذا ما جعلني أتجه من السوء إلى الحالة الجيدة أبدا لأنه ما في شك أنه كلنا بحياتنا بنقضي تجارب كتير 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 بشعة وبنعيش أيام كتير 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 حلوة فبناخد من هذا الدرس ومن هذا الدرس
اكيد هو اخذ الدرس المنيح مع العاطل اللي بشيع معه، بس بيقدموا فرصه له. قلة الحظ انه كان هو فعلا كان صغير، بس اغاني يعني غير رائع. شكل حلوين الحاجات اللي بتطلع من القلب فعلا بتبقى قويه قوي، واللي بنعيشها بتجاربنا واحاسيسنا بتبقى قويه قوي. بالمناسبه ضيفنا النهارده كاتب رائع جدا لاغنياته، ملحن هايل جدا ليه ولغيره، وكمان مطرب صوته ما يتعوضش. طيب خليني اقول لك، كل انسان بيبقى فيه حد زي ما بنقول دايما بيقول مثله الاعلى، حد تاني باصص له بيقول انا بتعلم منه، نفسي امشي على نفس الخط، مين في حياتك؟ طبعا بعض الامثل الذي اتخذته كمثال لي هو الحس الذي طبعا هو الحس الذي احس به مثل ابراهيم تطليسس وامراه انا قضيت معهم وقت طويل جدا. طبعا هناك الكثير من الفنانين يقلدون تاركان ويقلدون فنان البوب، انا متاسف جدا لهذا. انا احب ابراهيم تطليسس وامراه، وانا عندما كنت طفلا كنت اسمعهم كثيرا واحس بان اصواتهم عذبه، واحبهم كثيرا واقدرهم. يمثل بمسلسل خلف المراه، انا لا مو خلف المراه الثاني، هجران يرس اللي هو جرح الفراق. جرح الفراق. جرح الفراق. ايه هو مطرب فعلا مثل ما عم يحكي دوش، صوته حنون حنون، بعرفه من هو وصغير، كنا نروح حفلات انا وياه ان شاء الله بدنا نستضيفه ببرنامجنا كمان. فعلا انه برافو عليك انه اخذ يعني ايدولك هو. بالمناسبه المثل الاعلى كثير مهم، بيأثر في حياتنا يا اسمي. ايه هو كمان كثير شخص مضبوط وانسان ملتزم وحباب وحنون، ما في منه امراه. سيف جلارجوندر اللي مفضل امراه فعلا. خلينا نقول على نفس الخط ماشيين، وان شاء الله نوصل دايما للحاجات اللي بنتمناها، لما بنشتغل صح بنوصل صح. احلى صوت موجود معانا النهارده، هنكمل معاه على مدار ساعتين، انتظروا منه اغنيات. كل انسان بيمر عليه مراحل كتير في حياته، لكن من دكتور ستريس مره تانية لهنا. لكن انا سؤالي لضيفنا الكريم، الصوت اللي تعرف هنا ونجح، ونجح كمان وتخطى حدود تركيا. ايوه اروح كده بقى شويه. الشهره مش شيء سهل والنجاح مش شيء سهل، اكيد مع الشهره والنجاح في ضغوطات وفي مسؤوليات. هل يا ترى حياتك اتغيرت من الانسان العادي للانسان المشهور؟ أن حياتي تغيرت كثيرا، ولكن أنا دائما أخطو خطوات جيدة ولا أحس بالغرور، وأنا ألاحظ جيدا وأدقق جيدا في تحركاتي، وأنا أعيش في عالمي بعيدا عن المجازين، بعيدا عن الأشياء التي تمس خصوصياتي. طبعا أنا دائما أريد أن أحافظ على شخصيتي بعيدا عن الشخصيات التي تتأثر طبعا بعد أن تصبح مشهورا. هناك بعض الناس يحسون بالغرور، ولكن أنا أريد أن أعيش كفنان، كفنان عادي، كفنان يريد أن يوجه كلماته للإنسان لكي يحس بها ويلامس كلماته قلب الجمهور. طبعا وأحب أن أستمر لمدة 10 سنين في هذا المجال وأكمل مشواري الفني وأجعل نفسي أشرح نفسي للجميع. يعني مثلا لو سألته الياسمين زي ما سألته لك، زي ما سألته لضيفنا الكريم، لكن هل في مرة من المرات تبنيت أنك فعلا تكون بعيد عن الأضواء؟ شايف أن الشهرة أخذت كتير من حريتك، نجاحك خد من حريتك، مش قادر تكون نفس الإنسان الحر اللي بتصرف طبعا. أريد ذلك لأنني كنت تعرفت على الشوارع في 9 سنوات، عندما كنت 9 سنوات. طبعا هناك أشياء كثيرة أحسست بها هناك في الشوارع، أحسست بالألم وكنت أرى الناس هناك وأريد أن أعبر، وأنا دائما كنت ألاحظ هذا، وكنت أريد أن أكمل مشواري لكي أعبر عن هذا الشيء الذي رأيته وأحسست به. ما تعبتيش الشهرة يا ياسمين؟ مين؟ أنت في فترة من الفترات ما قلتيش أنا نفسي أبقى حرة بقى، ما حدش يسألني، ما فيش صحافة. لا 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 ما بريد، بالعكس أنا وصحافي كتير صر صحبة وكتير رفقة، لأنه أول ما بتبلشي تصيري فنان بتحبي الصحافة يلحقوكي بكل كلمة، بالعكس بتصيري
تحبيهم وتعزميهم تعملي لهم بتخترعي لهم اخبار حتى يكتبوا عنك. وايش معنى يا لما بدي انشهر ما بقى بدي صحافه؟ لا انا مو من هذا النوع. لا مش ده يعني تحسي انك مقيده يعني. ليش بدي اتقيد؟ ما في جوزي جوزي، بيتي بيتي، حياتي حياتي، كلابي وقططي، جنينه يعني. البغلط اللي بيغلط بيخاف من الصحافه، ليش بدي اخاف؟ ما بخاف من حدا. لا لا على العموم خلينا نقول دايما. طب احنا ناخذ راحه بقى يعني من طلع الدود يعني ذكي كثير على شو اسمه يعني صح. انا شخصيا يعني هاخذ راحه تماما من المعلومات دي واستريح مع صوت حلو موجود معنا النهارده. نعم نستطيع ان ناكل التفاحه التي تاكلها الدوده. غنيه حلوه كثير. اها اكيد اغنيه ياسمين اللي بتحبها. الله نغني اذا مباشره. İlk defa inanır oldum aşka, o da bana darbesini vurdu. Belki de o böyle mutlu. İlk defa inanır oldum aşka, o da bana darbesini vurdu. Bak şimdi yarım kaldım yine. Bilemem belki de gamsız, vicdansız, ben sensiz ne yaparım şimdi? Söyle beni acılarla. Tek suçum seni çılgınca sevmekti. Beni
برافو والله العظيم برافو. يعني احلى غنيه بالعالم انا بقول هالغنيه. ما بتصدقوا يا جماعه يعني هاي صار لي قد اي سنه انت غنيتها هاي؟ يمكن 94 95 96 90 97 من 97 هل روحي على السياره موجوده. طب ياسمين يعني شنو بتصدق كلمه يعني كلماتها لازم واحد يترجمها واحد بواحد. هي لازم تغنيها بالعربي انا بقول هل غنية تغنيها بالعربي. وعايزينك تركب المايك كمان ده شيء مهم جدا. وياسمين ترجم لنا الاغنيه. ايه ايه بيقول المايك والله شوف كذا يعني اخضر كذاكي بيقول طبعا لان اغنيه معروفه يعني سيكون جميلا جدا لو ترجمناها الى العربيه. يا ياسمين انت ترجمي لنا قولي لنا المعنى عشان الناس كمان اللي انفعلت مع الاغنيه دي تبقى عارفه معناها ايه. اول مره انا صدقت انه في حب في عشق ما لقيت الا اجاني ضرب حاجه الساعه الثانيه لا بقى تعبتني لا لازم تركب المايك. بعدين انا الحاجه دي لازم اخد عليها يعني مرتب اضافي. طبعا اذن الله لا تقبل كل شيء. معلش امرنا لله نحن يعني في كل الاحوال استمتعنا بالاغنيه خلينا نعمل اي شيء وده شيء طبيعي طبعا فكرنا مش عايز اي خدمه ثانيه بالمره وانا هنا. خد بالك ساقول لكم اغنيه اخرى لانكم ركبتم المايك. نعم كان الاوركسترا رائعه جدا. انا معجب جدا بهذه الفرقه الموسيقيه. سنقوم بعمل موسيقى مشتركه ان شاء الله. قبلك ما كنت بصدق انه في حب. صدقت بس بعدين ما لقيت الا اجاني ضربه الحب. ليش انا شو عملت لك حتى تعملي فيني هيك؟ بغير انه اعطيتك قلبي وحبي وعشقي وكل شيء كل حاجه من غيرك. ايه؟ مش وقمصص اللي ما عندك غم ما عندك هم ما في وجدان يا وحشه بيني بيني نصل يا نصبر كرسن كيف تتركي لحالي هيك؟ انا شو بقدر اعمل من بعدك؟ هي كثير غنية حلوه يا جماعه لازم هو يترجمها ما في لازم تتعمل ايه. عربي سيفيلي اكتبوا لنا لو العالم العربي فهمها اعتقد انه سينتشر كثيرا. ما بعرف انا بقول انه اذا يبقى لازم تتعمل الاغنيه دي بالعربي نستناها منك واحنا إيه قابلين للمساعده يعني احنا جاهزين لنا نغني معا ونذهب الى الوطن العربي وشكل حلو ونحيي الوطن العربي من هنا ورقص وكل شيء والله العظيم. اعتقد قليل جدا لما نلاقي فنان شبه متكامل يعني بيكتب لنفسه كلام اكثر من رائع وبيلحن وموسيقى تدخل على القلب. عنده غنيه كثير معروفه بتغنيها السيده نواز زغبي الغنية
الله. يعني موسيقيين الفرقة تبعيتي بكل تركيا منكم كثير لقيت من المسرحيات اللي مكتوبة من خلال الكاتبين الأتراك. أكيد أكيد يا سيدي، كل مكان رائع. شارككم وأجاب لكم الرأي في كل ما قلتموه. لبنان وسوريا كثير مهم، كثير عم يهتموا. تمام. عزيز ناس، يوجد مسرح جيد جدا أعرف ذلك. سارجلاند افهم سوريا ده جارشيكتا bunu gözümle gördüm. Ben hakikate ve ana hakikate o'linu min huna ragbati fi dhahabi ila hunaka aydan. Akhir kelime tahab tqulaha li nas fi barnamajna wa qabl ma nختم bi ogniyat Yasmin tqul ايه للناس اللي مستنيه كمان اغنيتك العربي. تفضل. İnşallah bütün Arap dünyasına albümler sunmak istiyorum ve Arap تصدر البوما جديدا الى العالم العربي واتعلم اللغه العربيه واريد ان اشارك الجماهير العربيه ايضا ويفهموا الاغاني التي اغنيها، لان الاغاني التي اغنيها يشبه كثيرا النموذج الغنائي العربي. طبعا كما يقولون بتركيا المطر عندما يهطل قليلا قليلا يصبح بحيرة، لذلك يجب أن نبدأ العمل ببطء. بالعربي بالتركي اذا انا رح اعمل كل الحاجات دي هنا في صباح الخير من اسطنبول. مشكورك جدا بالجهاني، مشكوره جدا نديم بيه، شكرا لكم، نورتنا. ميرسي كثير. بكره الساعه 11 اذا الله بيريد، على رأيك. اذا الله بيريد هاي كلمتي ومحفوظه بالكاتب العدل. انا رح اكون موجوده هون إن شاء الله. كمان في عندي مفاجاه لكم بغير برنامج، رح اطبخ لكم اكلات عثمانيه تركيه بس بغير برنامج، انتوا الحقوا باي ساعة، بس انا الساعة 11 بكرة الصبح اكيد رح لكم الساعة، ساعة البس برنامج اخر يعني مو هذا البرنامج، مثل ما وعدتكم انا على وعدي، انتوا خليكم على وعدكم معي، ولا كلمة ولا حرف تضيعوا عليكم، كل شيء بيصير في اسطنبول أول شيء نحن بنزي عليه. إذا صباح الخير من اسطنبول، هيستناكم بكرة وأول يوم في رمضان، إلى اللقاء، يلا ياسمين. Geçip giden yılların ardından bakacağız. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız. Geçip giden yılların ardından bakacağız.